دولة الإمارات مهتمة كثير بشريحة الشباب، ومحور التعامل الحكومي يتركز على الاهتمام بالشباب. دولة الإمارات بذكاء وبحنكة استطاعت أن تخلق منظومة، في اعتقادي هذه المنظومة من أنجح المنظومات. دولة الإمارات تتمتع بحكومة تواكب المستقبل، حكومة إبداع، حكومة مبادرات، حكومة دائما تطمح للتميز. هذه كلها مبادرات لن تجدوها في أي دولة أخرى.